يحفظ في الحج. اللهم سيد الحج. الكبير الذي يتم اساسا الان ويتفاعل ويتكافل على مستوى العالم من جراء انفتاح السياحه ومن جراء انفتاح الدول وتنافسها على الزوار والسياح، هو ان هناك ايضا مسار كبير جدا اقتصادي بدا يتكون منذ سنوات طويله، ولا شك لكن في بلادنا لم ياخذ حقه من الاعتبار. كان هناك انفصام بين السياح بشكل معروف، الحراف في الجوار والترفيه واستهلاك المرافق يعني او المواقع الطبيعيه والاخره، الى الموضوع الجديد وهو التزامن والتلاقي المتكامل والتكامل اذا حبينا نقول بين السياحه وبين التراث وبين التراث الحضاري بلا شك، وايضا ثقافه كجزء من ذلك. لذلك هناك دول متقدمه مثلا لو قلنا ايطاليا فرنسا او دول متقدمه مثل اليابان وغيرها، اصبح بالنسبه لها المحافظة على مواقعها التراثية، مواقعها الحضارية، وجزء لا يتجزأ من المحافظة على اقتصادها.